يعني شهوة ليس يعني جوع ولا صحيح. بعض الناس يعتقد ان خلاص الواحد يجلس ويترك الدنيا ويترك، لا ما هو صحيح. اعمل واشتغل وتصدق، الدنيا تراها مزرعة الآخرة. يا سلام، الدنيا يا الآن سلام. تراها مزرعة الآخرة. يا سلام. ويقول الله سلم خيركم خيركم الأهل وخيركم الأهل. لما الآن تجيب شيء لهيك تراها اعتبره ماجور عليه. يا سلام. ولا لا؟ نعم، ماجور عليه. وأفضل الصدقة في هالبيتك. يقولون مثل، يقولون ما تجوز الصدقة في البيت محتاج. هذا مثل قديم. الله. نعم. فالإنسان يشتغل وينو بالسهم شيء غير النية. النية الحين حتى الوظيفة توظف الحين ينوي بالتقوى وعطاعة الله عز وجل يؤجر عليها. يا سلام يا سلام. تزوج ينوي بهذه الزوجة أنها تعف عن اللقمة في امرأتك إذا احتسبتها صحيح كم لك من الأجر عليها الله سبحانه وتعالى. حتى مجيئك لأهلك قال أرأيت أن جعلها في حرام، يعني بس صحيح. زي ما قلت يا ابو نايف الله يرزقنا يعني الاحتساب ومراقبة النية، هذه من الأعمال العظيمة الخفية التي أجورها عظيمة. يقول واحد سم بالله يا ابو نايف. يقول واحد يقول يا اخوي النية مثل مفتاح المكيف، بغد حار حار بغد بارد بارد. انت راح عند رفيقك تسير عليه تقهوى عنده تسولف عنده، روح سير عليه تقهوى عنده، بس انها لله، زيارة اخ في الله، زيارة قربة انسان قريب، زيارة صلة رحم ان كان من الارحام، بر والدين ان كان من والديك توجر عليها وانت رايح. يا سلام. احنا الحين سير لا عزم رفيقنا رحنا له، لكن النية شايف والله عشبا يقول والله ما جاني. لا رح له ولا تقول والله ما جاني، لا قل والله زيارة في الله محبة في الله، وشوف كم يعطيك من الاجور. يا سلام. لا تقول بكتفي شره إيه؟ ولا عشان بس لا يشرح علي ولا يشغلني بالشرها. صحيح. يعني بعض الناس يجي وهو بس عشان ما يقولون والله فلان ما جاء، لكن لا، انا اجي وانوي جيتي هذه لله سبحانه وتعالى. يا سلام. انسان قريب والله صلة رحم يعني انسان انه رفيق وصديق بعد انويها اخ في الله ومحبه في الله، ان كان انه اخو بعد صلة رحم، ان كان والدين انويها بر. نعم. فنوجر عليها، لكن الواحد يروح ويرجع والنيه خربانه ضيعها. لا حصل دنيا ولا آخر. الدنيا يمكن حصل، لكن طبعا ابو نايف انا اشكرك صراحه اليوم على تواجدك وحرصك وجزاك الله خير وفزعتك. شيباننا واحبابنا لا نقول شيباننا ها نعذرهم ابائنا اللي رايحين صوب الزلفي واللي رايحين مع هالمطارات صوب الجنوب واللي عنده موعد مستشفى واللي عندها كهرباء طافي جاء عليهم مطر وصلحون فيه، فكل واحد والله صراحة عنده عذرة ونعذرهم جميعا. وأشكرك صراحة على مع وجود الأعذار عندك حتى أبو نايف اليوم، لكن تركتها وجيت أنا في البث نشيل البث أنا وياك بالخدمة. وانت كوفو أنا بقدم، عرفت علي، وانت سولف الحين عاد وقت الفطور أنا بسولف، لا أنا باكر وانت سولف عطنا قصة. ان شاء الله تصير حلقتنا اليوم حلقه ان شاء الله تعالى، ان شاء الله اجل حلقاتنا دائم ناريه فيها الخير والمنفعه لنا وللمسلمين. يا سلام يا سلام. هو شوف ابو نايف تصدق المشاهد له دور كبير في نجاح برنامجنا، اذا احسن النيه واحسن الظن فينا يعني أعطينا، سهل الله لنا أن تطلع من عندنا بعض الفوائد وبعض الأشياء الجميلة. لكن إذا كان اللي يتابعك مهم محب تجدك الظاهر من جرف الدحديرة ولا يقول إن شاء الله محبين. إن شاء الله إن شاء الله كلهم محبين، ما يتابعك إلا محب. نعم نعم أبد، ولا يتابعك إن شاء الله إلا محب. أنا أقول لك
لكن حنا نلتمس منهم الدعاء. يا سلام عليك. حنا نلتمس منهم الدعاء حتى نوفق لما فيها الخير لنا ولهم من المسلمين، ولا كل ما يتبعك واحد إلا محب. يا سلام عليك. ما حد اللي كارهك ما يتبعك. نعم. في حد يسير عليك وهو كارهك؟ ما في حد يسيرك ويزورك وهو كارهك إلا واحد محب، ولا في أحد يشوفك ويحرص على حلقتك إلا محب. ونحن نقول نحبهم في الله كما يحبون في الله. يا سلام. نسأل الله أن يجمعنا وإياهم بالجنة. اللهم في مستقر رحمته. اللهم آمين. نعم، لأن يوم القيامة الله عز وجل ينادي: أين المتحابين في؟ أين المتبادلين في؟ أين المتجالسين في؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. الله يجعلنا وإياكم. الله يجعلنا وإياكم منهم. اللهم آمين، يجعلنا وإياكم والمشاهدين وجميع المسلمين من هؤلاء الناس. هو تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فيما معناه يأتي أناس يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيين والصديقون والشهداء، فقال أحد الصحابة: حلهم لنا يا رسول الله. من هم يا رسول الله؟ هذول اللي يغبطهم دول أكيد أنهم منزلتهم بسيطة. فقال: هم أناس شتى من قبائل شتى من نزع شتى اجتمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله أن فينا تطبيق هذا الحديث، يعني مجلسنا من جميع القبائل ومتابعينا من العالم كله العربي والإسلامي، وهذا فخر وشرف لنا، ويا ربي لك الحمد. لو كذلك قال العلماء: الذي يشاهد مجلس الذكر عبر الوسائل هذا يحصل على أجر مجلس الذكر. يا سلام. قال: لأنه يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يسمع قول الله سبحانه وتعالى، فيوجر على هذا. كذلك تشمله رحمة الله عز وجل: أن قوموا مغفور لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. يا سلام. الآن في بعض المحاضرات الآن تقام عبر وسائل الحديثة، سواء التليجرام أو يبثون. نعم. عن طريق التيك توك. نعم، هذا عن طريق التيك توك، عن طريق. فهذه إن شاء الله يوجر على الإنسان، لأنها وش اللي خلاه يجلس؟ ما جلس إلا طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى، طمعا في أن تشمله رحمة الله. حتى أن الله عليه وسلم عندما ذكر الحديث قال أن أحد الملائكة قال: يا ربي فيهم عبدك فلان، عندما يقول الله عز وجل: قوموا اغفر لك قد بدلت سيئاتكم حسنات، فيقول أحد الملائكة: يا ربي فيهم عبدك فلان عبد الخطأ، ما جاء للحاجة، والله جاي للهزوم، واستحى وجلس. فالله عز وجل يقول: وله قد غفرتهم قوم لا يشقى بهم قد جلسوا. شوف رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. الله عز وجل وش يفعل بعذابنا؟ ما يفعل الله بعذابك. الله عز وجل الرحيم سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، يمهل ويعطي ويعطي أجر على أقل الأعمال. حتى لو نويت المعصية وتبت أو يعني استغفرت قبل ما تعملها تحولت إلى حسنة. يا رب يا رب. ولو عملتها واستغفرت الله يتوب، إن الله يحب التوابين، يحب المطهرين. وإن عملتها سيئة واحدة. نعم، سيئة واحدة، لكن إذا استغفرت وتبت الله عز وجل يتوب عليك. يا سلام يا سلام. إيه نعم، والله عز وجل من تاب تاب الله عز وجل عليه، فيبدل الله عز وجل سيئاته. يا سلام عليك أبو. فلذلك نكثر من الاستغفار ونكثر من التوبة ونكثر من. وفي أعمال سهلة وأجرها عظيم، يعني الله يرزقنا تطبيقها، اللي هي ذكر الله سبحانه وتعالى. أنت جالس، أنت منسدح، أنت قايم، أنت رايح، أنت لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. لما دخل أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من ذكر الله. صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فتخيل، سبحان الله غرس في الجنة، الحمد لله غرس في الجنة، لا إله إلا الله غرس في الجنة، الله أكبر غرس في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وانت الآن هنا تشتغل للآخرة، يا ليتني قدمت لحياتي. وقبل شوي لما تكلمت عن الرحمة، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الله أنزل رحمة واحدة
للدنيا، ترحم الأم على طفلها والبهيمة على يعني مولودها، وكيف يوم القيامة 99 رحمة. فنتعامل مع رب كريم رحمان رحيم، وتضاف مع الرحمة 100%. يا سلام يا سلام، ف99 رحمة، فإحنا مقبلين على رب عظيم جل جلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى. يعني حتى لما سألوا الصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله.